السلام عليكم مشاهدي فضائية العراق التربوية وأعزائنا طلبة الصف الأول المتوسط في درس جديد من دروس الرياضيات. درسنا لهذا اليوم هو تكميلي للدرس السابق. الدرس السابق تكلمنا عن أحجام الأشكال المجسمة، فأخذنا بالدرس السابق المكعب وعرفنا شنو هو المكعب وعرفنا شنو هو قانون حجم المكعب، لأن هو بهذا الدرس يريد يطلع حجوم الأشكال المجسمة اللي هو عندي مكعب وعندي متوازي السطوح المستطيلة. ذاك الدرس تكلمنا عن المكعب وعرفنا قانون حجم المكعب، نستذكر سوية اللي هو يقول حجم المكعب يساوي لطول الحرف في طول الحرف في طول الحرف، أو قدرنا نقول عليه حجم المكعب هو طول الحرف تكعيب. هذا كان هو درسنا السابق. درسنا لهذا اليوم سوف يتكلم عن متوازي السطوح المستطيلة. راح بالبداية نأخذ تعريف متوازي السطوح. متوازي السطوح هو جسم كل من قاعدتي مستطيل وجميع وجوهه الجانبية مستطيلات، ويكون كل وجهين فيه متقابلين ومتطابقين. هسه هذا خلي نعرف شنو هو المتوازي. متوازي السطوح يتكون من قاعدتين مستطيلة. القاعدتين من يقول لك قاعدتين يقصد بها القاعدة العليا والقاعدة السفلى. هاي بالنسبة للقاعدتين هو مستطيلة. وعندك الأوجه مالته الستة أو في الأربعة الجانبية هم كذلك مستطيلات. فلو تلاحظ هاي أوجهها الجانبية الأربعة هي كذلك هي مستطيلة. بس خاف يجي ذهنك سؤال تقول هنا أنا عندي مربع، هي ليش دا تذكر إنه أوجهها الجانبية هي مستطيلة؟ لأن هو المربع حالة خاصة من المستطيل. فهاي لهذا دا يقول لك أوجهها الجانبية هي مستطيلة. زين اذا ردت اخلي هذا هسه بالشكل الافقي، زين اذا ردنا نخليه بالشكل العمودي هم نفس الشيء. القاعده العليا والسفلى هنا صارت مربعه واوجهها الجانبيه هي شنو؟ هم مستطيله. فهذا بالنسبه لتعريف المتوازي. هسه راح ناخذ قانون حجم المتوازي. قانون الحجم هو يساوي مساحة القاعدة في الارتفاع، هذا هو قانون الحجم. زين أنا هنا هسه من ذكرت القاعدة إذا كان أفقي فرح تكون مستطيلة، فمساحة القاعدة راح تكون هي نفسها مساحة المستطيل اللي هي تساوي الطول في العرض. فإذا حبيت أكتب القانون بالرموز فهاي إحنا مو قلنا الحجم هو يساوي لمساحة القاعدة في الارتفاع، هذا هي مساحة القاعدة اللي هو الطول بالعرض. في الارتفاع الـ H هو رمز الارتفاع، فهنا أنا موضح لك إنه الـ L يمثل طول القاعدة والـ W هو عرض القاعدة والـ H هو الارتفاع. لعد الـ L من عدي الـ L قلنا هو الطول والـ V هو الحجم. فعندك القانون تقدر تكتبه الحجم يساوي لمساحة القاعدة في الارتفاع، أو نقدر نكتبه بالرموز اللي هي مساحة القاعدة هي البعدين الطول بالعرض في الارتفاع، فرح يصير هو حاصل ضرب الأبعاد الثلاثة. هسه خلي قبل ما ندخل المثال نشوف شكل، هو هذا شكل المتوازي، هذا شكل المتوازي. لو تلاحظ هنا أنا المتوازي منطياني بهذا الشكل. إذا لو تلاحظ هنا هسه الأوجه الجانبية مالته مستطيلة، والقاعدة العليا والسفلى كذلك مستطيلة، وبنفس الوقت كل وجهان متقابلان هما متطابقان، وإحنا أخذنا بالدروس السابقة شنو هو مفهوم التطابق. هسه ننتقل إلى أول سؤال اللي هو مثال رقم 4. هنا المثال ده يقول لي جد حجم متوازي السطوح، فهو من ده يقول لك جد الحجم انت لازم حافظ قانون الحجم، تخلي القانون وتطبق به مباشرة. القانون قلنا ينكتب بصيغتين، بس احنا اخر شيء نستخدم صيغة الرموز، لان هو عادة بالسؤال يقول لك استخدم قانون الحجم بالرموز. فخلي نكتبه اول شيء بدون رموز، اللي هو حجم المتوازي هي مساحة القاعدة في الارتفاع. احنا مساحة القاعدة قلنا هي طول في عرض، فهم نقدر نكتبه بصيغة اخرى نقول حجم المتوازي هو يساوي للطول في العرض. هاي الطول في العرض ده اقصد بها هي راح تكون هاي هي مساحة القاعدة وهذا الارتفاع. احنا اهم شيء انت تكتبه بالرموز. بالرموز اجيت على الحجم، الحجم رمزه V يساوي مساحة القاعدة اللي هي طول في عرض، الطول رمزه L
والعرض رمزه W والارتفاع رمزه H. زين هسه لو ارجع السؤال هسه راح اجيب الطول والعرض والارتفاع اطبقها بالقانون. لاحظت بالسؤال ما قال لي طول وعرض وارتفاع، لو تلاحظ قايل لك الابعاد. هي كلمه الابعاد هي تعني لك طول وعرض وارتفاع، عوض نفس ما انت شلون ما تريدهن. يعني الطول راح يكون هنا انا الرسم، شوف لو ترجع للرسم هو قايل لك ترى الطول مالته 8 والعرض مالته 4 والارتفاع 3، فراح تعوض مكان كل واحد من عندهن. اذا الطول راح يكون 8 والعرض 4 والارتفاع هو 3. هنا نتيجة تضربهن راح ناتج الضرب راح يكون 96. هسه تبقى عندك الوحدات. الوحدات من هنا منطياك بالسنتيمتر انت تكتبها سنتيمتر، واذا منطيها بالمتر تكتبها بالمتر، ولكن شنو عندك هسه سنتيمتر انا كتبتها سنتيمتر، بس خلي ببالك انه الحجم بما انه عندك حجم راح يكون عليه تكعيب، فكل ما عندك حجم انت تنزل نفس وحده السؤال ولكن يقاس بالتكعيب، بالوحدة التكعيبية. فإذا متر تخلي متر وعليها تكعيب، وإذا سنتيمتر هم كذلك تخلي سنتيمتر وعليها تكعيب. بينما لو نريد نتذكر المساحة، المساحة بالوحدة المربعة، فهاي خليها معلومات ببالك. من راد مساحة هم اكتب نفس السؤال، إذا متر نزل متر، وإذا سنتيمتر نزل سنتيمتر، وتبقى الوحدة إذا مساحة تربيع وإذا حجم تكعيب. فهذا هو كان دا يقول لي استعملي. وشوف لو تلاحظ هنا بالسؤال هو دا يقول، لو شوف هسه سؤالك صيغة السؤال استعمل قانون الحجم بالرموز، يعني هو اصلا دا يقول لك بالرموز. شنو قصده بالرموز؟ هي هذه اللي بالرموز، حطيته بالرموز وحليته. هذا هو كان كل ما يخص هذا السؤال. ننتقل الى سؤال اخر. احنا هسه قبل ما ندخل بالامثله قلت لك المتوازي يا اما يجيك افقي يا اما يجيك عمودي. السؤال اللي حليناه هسه كان افقي، بينما هذا السؤال لو تلاحظ المتوازي هو عمودي قاعدته مربعه، هم نفس القانون. هو اذا كان افقي او عمودي هو نفس القانون. فلو اقرا السؤال ده يقول متوازي سطوح قاعدتها مربعه وطول ضلعها قاعدته مربعة وطول ضلعها 8 وارتفاع 10. جد الحجم احنا قلنا بما انه هو حجم متوازي شلون ما منطيني شكله، انا حافظة قانون الحجم. هسه انا هنا قانون الحجم شو يساوي لي؟ مساحة القاعدة في الارتفاع. هسه لو تلاحظ هنا القاعدة هنا ايش لاحظتها بهذا سؤالك؟ مربعة، هم من الرسم وهم هو ذكر لك. زين احنا مساحة المربع شو يساوي لمساحة المربع؟ طول الضلع في نفسه او طول الضلع في طول الضلع. فهنا راح اجي هسه او طول الضلع تربيع، هسه راح اجي هم اكتبه بالرموز. احنا قلنا رمز الحجم هو V، مساحة القاعدة احنا قلنا طول الضلع في نفسه، اذا هو طول الضلع احنا رمزنا له L. هنا هم راح نقول في L لأن يعني هو في نفسه. في الارتفاع، الارتفاع شنو رمزه؟ رمزه H، فراح تيجي تعوض هم مكان كل قيمة حتى يطلع لك الحجم. طول الضلع لو تلاحظ هو منطياك بالسؤال هو 8، هذا عوضناه 8. في نفسه هاي هم في 8، الارتفاع 10، وهم بس تجد ناتج الضرب تضرب 8 في 8 64 في 10 640. نرجع للوحدة مالت السؤال، منطياني متر لو سنتيمتر، لاحظتها سنتيمتر، إذا أنا حكتبها سنتيمتر، بس إيش حخلي عليها؟ كون إنه هو حجم يقاس بالوحدة التكعيبية، فهاي لو لاحظت أنت أفقي أو عمودي هو نفس القانون تخليه، بس أهم شيء تحفظ الرموز لأنه عادة يريده من عندك بالرموز. هسا ننتقل إلى سؤال آخر. هنا السؤال يقول الحوض على شكل متوازي سطوح أبعاده. إحنا قلنا كلمة الأبعاد معناها طول بعرض بارتفاع، إذا هذا الطول والعرض والارتفاع موجودة عندي. ده يقول ما حجم الماء اللازم لكي يمتلئ تماما؟ هنا ده يريد من عندي حجم الماء. زين هسه تقول هو ده يريد حجم الماء بس منطينا حجم الحوض. إحنا هو الحوض من يمتلئ بالماء هو هذا نفسه يمثل الحجم.
فحجم من دا يريد من عندي حجم الماء هو نفسه حجم الحوض. فأنا هنا ايش راح اطلع له؟ راح اطلع له حجم الحوض، فالامتلاء مالته تماما راح يكون هو نفسه حجم الماء. فاحنا الحوض هنا أنا هم عندي عبارة عن متوازي سطوح، متوازي السطوح الى قانون للحجم اللي هو V، راح اكتبه مباشرة بالرموز. V يمثل لي الحجم. احنا قلنا الى عدة صيغ القانون، راح اكتبه رأسا هو الطول بالعرض بالارتفاع. فعندنا الطول L، العرض W، والارتفاع H، ويساوي هسه تيجي تعوض القيم اللي موجودة عندك. هنا قلنا كلمة الأبعاد هي هاي، تعتبر طول وعرض وارتفاع، عوض قيمة كل واحد من عدهن، فتيجي على 1.5. هنا أنا هسه 1.5 هذا الطول، في 5 بالعشرة في 1. نعم، هسه خلي اراويك شلون راح تضربهن ضرب عامودي. هنا لان عندك كسور عشريه قد تسبب لك بعض المشكله، انت خلي ببالك من تريد تضرب الفوارز تشيلها، وبعد ما تضرب وتكمل تحسب عدد المراتب وترجعها. شلون راح اسويها؟ راح اجي هسه اضرب اول حد، يعني اللي هو 1.5 اول رقمين، راح اضرب ال 1.5 بس من شلت الفارزه صار عندي 15. الرقم الثاني 5 بالعشرة، اشيل الفارزه راح يصير بس 5. أطلع ناتج الضرب، 5 في 5 25، 5 و2 باليد، 5 في 1 5 و2 7. زين هاي بعد في شنو أضربها؟ العدد الآخر في 1، 75 في 1 هي راح تبقى 75. هاي هسه أنا طلعت ناتج الضرب، بس هسه أريد أرجع الفارزة. شوف شلون تحسبهن بالفارزة، هاي عندك مرتبة منا ومرتبة منا، هاي مرتبتين. إذا أنا يم هسه راح أحسب مرتبتين وأرجع الفارزة. شلون أحسب مرتبتين؟ هاي المرتبة الأولى وهاي المرتبة الثانية، هاي حسبت مرتبتين وراح أرجع الفارزة. إذا الفارزة صار مكانها بهذا المكان. زين بس هنا منعوفة فارغ راح نخلي بيه صفر. بقى شنو عندي؟ أخلي الوحدة هنا لو تلاحظ بالسؤال منطيها بالمتر، إذا أنت هم لازم تكتبها بالمتر، بس قلنا نخلي عليها تكعيب. هذا هسه شنو هو؟ هذا حجم الحوض، وهو بنفس الوقت هو حجم الماء. هذا هو كل ما يخص السؤال. ننتقل إلى سؤال آخر اللي هو من تأكد من فهمك. متوازي سطوح مستطيلة، طول قاعدته 4 وعرضه 8 وارتفاعه 8، دا يريد الحجم هم نفس الشيء. احنا هنا حليناهن، هسه من ردنا قانون الحجم. هنا متوازي طبعا ما منطينا رسم، انا حتى ما احتاج الرسم، دا يريد من عندك حجم المتوازي. انت حافظ قانون حجم المتوازي، V يساوي هم قلنا نكتبه بالرموز L في W في H، وأعوض القيم اللي موجودة عندي، راح يكون 4 في 8 في 8. بعد ما تضرب راح يصير 256، وهم كذلك تنزل الوحدة سنتيمتر مكعب. هذا هو كان سؤال تأكد من فهمك. ننتقل إلى سؤال آخر، طبعا هذا هم من تأكد. متوازي سطوح مستطيلة، ارتفاعه 3 أمثال طول قاعدته. فإذا كان طول القاعدة 4 وعرضه 8 فما الحجم؟ أنت دائما السؤال اقرأ للنهاية وافتهم ايش يريد من عندك. فإحنا أنا دي أقول لك فما الحجم، يعني أنت لازم حافظ قانون الحجم. راح أخلي القانون وأشوف شنو موجود عندي وشنو أنا أقدر أستنتجه من السؤال. فمن قال فما الحجم، ها كتبت الحجم، هذا قانون الحجم ذكرناه أكثر من مرة اللي هو L في W في H. زين أنا هسه لو أجي أشوف لازم عندي L وعندي W وعندي H، خلي نكتبهن قدامنا. ال L هو منو؟ هو الطول. متوازي سطوح ارتفاعه 3 أمثال طول قاعدته. طول القاعدة إذن هو هذا ال L 4. العرض
احنا العروض العروض رمزه دبليو هم موجود عندي من طياني هياته 8. بقى شنو عندي؟ بقى عندي الاتش. هذا الاتش مجهول بس هو منطيني معلومه من السؤال، دا يقول هذا الاتش اللي هو الارتفاع 3 أمثال الطول، يعني هو 3 من الطول. 3 من الطول، شنو هو الطول؟ ال. زين هل الطول موجود عندي؟ اي موجود، فراح اقول 3 من ال اللي هي ال اصلا قيمتها 4، يعني معناها حاصل ضرب، فاضرب 3 في ال اللي هي ال قلنا 4، فراح يكون عندي 3 في 4. هاي انا قدرت استنتج من السؤال، طلعت هسه الارتفاع صار عندك هسه واضح، تطبقه بالقانون. الارتفاع هذا طبعا وحده سنتيمتر، بس ما تخلي عليها تكعيب، هاي هم منطياك بالسنتيمتر بالسؤال، وهذا هم كذلك. هنا انا اشوف من راح اطبقهم بدون وحدات، ال انا طلعته 12، الدبليو هو 8 بدون وحدات تكتبها. اخر شيء نحط الوحده الكليه، وعندك ال هنا ال 4، احنا كاتبين قدامنا ال هي 4، هاي حطيتها 4، والدبليو 8، والارتفاع اللي احنا استنتجناه هو 12. تطلع حاصل الضرب 304.8. هم كذلك الوحده سنتيمتر، بس لو احنا هسه ذكرناها الحجم يكون بالتكعيب. هذا بس كانت فكرته انه الارتفاع ما موجود عندنا، بس هو منطياني بدلاله طول القاعده، فقدرت اطلعه وطبقته مباشره بالسؤال. ننتقل الى سؤال اخر، متوازي سطوح مستطيله قاعدته مربعه وارتفاع 10، فاذا كان الحجم، هذا لو تلاحظ هذا السؤال عكس الاسئله عكسهم، لانه بالاسئله السابقه هو كان يريد الحجم، هذا لا، هو منطيني الحجم. زين اذا هو منطيني الحجم، لا ايش يريد من عندي؟ فما طول ضلع قاعدته؟ دا يريد طول الضلع، يعني دا يريد من عندي او طول قاعده. فاحنا هسه احنا انا شلون راح اطلعها؟ دائما خلي ببالك من يعطيك معلومه حاجه معينه، يعني يقول لك استخدم قانونها، فمن منطيك الحجم هالقد، اذا معناها يقول لك استخدم قانون الحجم. قانون المن الحجم للمتوازي، احنا هسه ذكرناه قانون حجم المتوازي. حجم المتوازي هنا يمكن ما راح تقدر يعني تستخدمه بالرموز، خليها الشكل يصير شويه ابسط لك. حجم المتوازي هو مساحة القاعدة في الارتفاع. في الارتفاع تقدر هالشكل، وتقدر تحوله إلى رموز اللي هو V تساوي. عندك هنا أنا بما إنه المساحة مساحة القاعدة شكلها مربع، إذا مساحة المربع هو طول الضلع في طول الضلع اللي هو في اتش. هنا نشوف احنا هنا دائما القانون هنا عندي مو ال، عندي دبليو. هاي دبليو شو وقت؟ من القاعده مستطيله، بينما هنا القاعده مربعه، اذا طول الضلع في طول الضلع. زين هنا شوف من راح تعوض، هنا منطيك الحجم، الحجم ايش قد منطي لك بالسؤال؟ ده يقول لك حجمه هو 90، اذا انت هم نزلتها 90. طول الطول ايش قد عندي؟ قاعدته اي نعم. اذا هذا راح يبقى، شوف هذا ايش تقدر تسوي، بما انه ال في ال هو ال تربيع والارتفاع هو 10، عوضت بمكانها 10. هسه ايش راح اجي؟ انا اريد اطلع قيمه ال تربيع، من الزايد عندي؟ عندي ال 10، فاقسم الطرفين على 10 بقسمه الطرفين على 10، فراح يكون عندي هنا ال تربيع يساوي 90 على 10، تختصر هنا صفر ويا صفر، اذا ال تربيع هي صارت عندي 9. بعد الواحد اللي بالمقام ما يحتاج تكتبه، هسه بس اريد اتخلص من التربيع، راح اجذر الطرفين، اجذر الطرف الايمن واجذر الطرف الايسر، فراح يكون الناتج عندك ال يساوي 3. فهو دا يقول لي جد طول الضلع، هاي انا وجدت له طول الضلع 3، فهنا كان منطيني هو الحجم، بس هم كذلك استخدمت قانون الحجم.
طبعا هنا احنا من خواص الجذر انه يطلع موجب سالب، خواص الجذر التربيعي، بس هنا كون اني دا اتعامل مع اطوال اضلاع ما يحتاج اخذ القيمه السالبه، اخذت فقط القيمه الموجبه، والوحده مالته هي سنتيمتر، بس انتبه لا تحط فوقها اي اوس لانه هنا هي طول ضلع. ننتقل الى سؤال اخر، سؤال من فكر، قررت شركة الحلويات تغيير شكل العلبة من متوازي سطوح أبعاده، منطيني الأبعاد هنا مال متوازي السطوح هاي الأبعاد إلى علبة مكعبة حيث تبقى سعتها ثابتة، جد طول ضلع حرف العلبة المكعبة. هسه انتبه لهنا، انت عندك فد علبة مالت حلويات للأطفال أو ألعاب، هنا هاي العلبة كانت هي بالبداية كانت عندي متوازي سطوح، راد يحول شكلها من متوازي سطوح إلى مكعبة، بس يحافظ على سعتها، يعني شنو سعتها؟ يعني على حجمها، يعني معناها حجم الشكل القديم هو نفسه حجم الشكل الجديد، هو هسه ايش يريد من عندي؟ يريد طول الضلع الشكل الجديد، أنا ايش راح أسوي؟ أقول خل أطلع قانون الحجم مالت هذا الشكل، أطلع له الحجم، هو نفسه الحجم مالت المكعب الشكل الجديد، عادي انا من الحجم راح اقدر اطلع طول الضلع، فهنا انا هذا نقدر نسميه في 1 اللي هو الحجم الاول اللي كان، وهذا وفي 2 هو حجم المكعب، وفي 1 هو صار هنا هسه حجم متوازي السطوح هو يساوي حجم المكعب، طبعا هذا حسب معلومات السؤال، لان هو دا يقول لي الشكل القديم هو نفس حجم الشكل الجديد، فهسه انا ايش راح اطلع له؟ راح اطلع له حجم المتوازي، حجم المتوازي انا رمزت له في 1، زين شلون نطلع؟ احنا هسه حفظنا القانون اللي هو حاصل ضرب ابعاد الثلاثة L في W في اتش، وبس اجي اعوض بمكانهن حتى اطلع حجم المتوازي، الال عندي هنا ابعاد هو منطيني، فاي اختار مثلا هنا على الترتيب الموجود 8 في 2 في 4، فيكون الناتج 64 كون حجم خلي له سنتيمتر مكعب. هذا هسه بالنسبة للفي 1 اللي هو حجم المتوازي، أنا هسه راح أطلع حجم الفي 2. في 2 زين احنا هنا أخذناه بالدرس السابق، هذا عندي الفي 2 هو مكعب، حجم المكعب هو شنو يساوي لي؟ طول الضلع، في طول الضلع في طول الضلع، أو نقدر نكتبه طول الضلع تكعيب، فإذا راح يكون في 2 اللي هو حجم المكعب L تكعيب. زين أنا الحجم هو نفسه قلت مالت المتوازي، بما أنه V1 يساوي V2، إذن راح أعوض بمكان V2 64 اللي هي نفسها V1 يساوي L تكعيب. هنا أنا بالجذر التكعيبي للطرفين، جذر تكعيبي طبعا لازم تخلي عليه هذا الرمز انه حتى يمثل لك جذر تكعيبي، اذا معناها L يساوي 4 سنتيمتر، وما خلينا شيء فوق السنتيمتر، فهو كان يقول لي جدي طول الضلع، انا وجدت له طول ضلع المكعب. هسه بقالي اختيار من متعدد، هاي أسئلة ينطيني سؤال وينطيني تحتها عدة اختيارات، فأني أختار الاختيار الصحيح من ضمن الاختيارات الموجودة، أنت لا تختار عشوائيا، حله شوف ايش يريد من عندك، حله وشوف الاختيار الصحيح أي واحد دا يمثلك من عنده. هنا هم دا يقول متوازي سطوح مستطيلة أبعاده 6 و5 و3، فمن يكون الحجم؟ يكون حجمه، شلون نطلع أهم احنا؟ فما هو الحجم؟ الحجم احنا هسه هم ذكرناه اللي هو الطول بالعرض في الارتفاع، هنا الابعاد هم احنا نرتبها نفس ما منطيها بالسؤال اللي هو 6 في 5، وشلون مثلا تخلينا عندك الضرب ابدالي تطلع الناتج 6 في 5 30، 30 في 3 60،
وكون هو حجم صار عندك سنتيمتر تكعيب. هسه هاي عادي انا ورما هنا العفو نرجع بس على الناتج. هنا ناتج الضرب راح يكون 90 سنتيمتر مكعب. اذا الاختيار يا هو احنا حليناه، هو ما يريد بس نحله، يقول اختار الاختيار الصحيح من هاي الاختيارات الاي والبي والسي والدي. فيا هو من عندهم لاحظته 90، لاحظنا اللي هو الدي هو 90، اذا هذا هو الاختيار الصحيح. هذا هو كان كل ما يخص هذا السؤال. فاحنا لو سوينا مراجعه سريعه، احنا اليوم اخذنا الحجم، حجم المكعب اخذناه بالدرس السابق، واليوم تكلمنا عن حجم متوازي السطوح. هذا متوازي السطوح لو يطياك افقي لو يطياك عمودي، قلنا نفس الحل يكون تحط القانون وتطبق بيه، تشوف المعطيات شنو هي المنطق بالسؤال وتطبق بيها وتقدر تطلعه بالشكل الصحيح. الى هنا اعزائنا الطلبه ناتي الى نهايه درسنا لهذا اليوم، آملين اللقاء بكم في دروس اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.